في هذا الفيديو غادي نشوف واحد المغربي اللي مشى يدور في الجزائر ومشى لاكبر مول كاين في الجزائر وتصدم الأثمنة اللي كاينين تما وارخص بزاف من المغرب. تفرجوا في هذا الفيديو حتى النهاية. اكثر حاجة عجبوني هما الكراسي هادو دايرين ديال الحجر مصبوغين. صراحة في سيكوريت صغيرة ولكن فيه كل شيء ما شاء الله. داير لي صول ديما رخيص كلشي رخيص صراحة في الجزائر القديم. ما فهمتو لي بروموسيون. السلام عليكم لا فامي، نتمنى كاملين تكونوا بخير، نتمنى كاملين تكونوا في صحة جيدة. سموحات على الغياب واخيرا رجعت لكم. كما كتشوفوا انا دابا في باش جراح، وفين غادي نمشي؟ غادي خوسي غادي نمشيو في هاد لا فيديو لدير ابراهيم. عندي واحد الشغل من بعد قلت بما انني وصلت وقربت للغاردن سيتي اللي فيه ديكاتلون، خوسي بغيت نشري واحد الساكوشاج بغيت نشريها وما لقيتش صراحه في ارديس خاوي شويه عليها. عندي دابا واحد الشغل ديال ابراهيم وقلت في هاد لا فيديو خصني ندوز نشوف غاردن سيتي اللي واحد المول اللي واعر. اول حاجه غادي نتقهواو ومن بعد نمشيو لديل ابراهيم ويلا بينا. جبت الحاج بخوتي هذا ما فطور ما غدا وعوي سار وضع سعر كوكتيل 15 درهم 130 درهم نفطرو ونمشيو لديل ابراهيم. ومن بعد ما تقهوينا دابا خوتي غادي نشدو طاكسي من هاد البلاصه ونمشيو لديل ابراهيم ويلا بينا. اخوتي في دار الضياف تبع الشراقه ولا ديال ابراهيم ما عرفتش. المهم نعيط دابا للدري صاحبي نطلاقه، عندي معاه واحد الشغيل ومن بعد عاد نمشيو للغاردان سيتي ونمشيو ان شاء الله لديكاتلون ونحوسوا بكم شويه في هذا الفيديو. فوالا الحباب جيت بالجي بي اس ما بقاش ليا بزاف الغاردان سيتي، كنظن مازال لي 450 متر قريب بزاف. بني اخوتي واحد الموقف صراحه اللي صراحه والله يعني بقيت كنقول شوف ما شاء الله. شنو هو خوزي؟ كما كتعرفوا انا كنت مريض بالشامبينيو ودابا راه ولات شويه صافا ومزيان. البلان وما فيه هو ان كنت شريت خوتي يعني واحد الدواء ديال الشامبينيو عطات لي الطبيبه 3 شهور يعني 12 باكيه كل وحده تبقى نشربها في كل سيمانه. وفاش شريت خوتي يعني من الفرماسي هذاك الدواء انا خلصت 12 ولكن عطاو لي غير 8 و4 نسات وما عندها تمايا. والحاجه اللي عجبتني بزاف ان شربت داك الدواء كامل 8 ديال الحبات وحده في السيمانه ودازت صافي شهرين. وفاش رجعت عاوتاني عند الطبيبه زادت قالت لي خصك تشري 8 واحد اخر، عطات لي شهرين يعني 4 شهور ديال الدواء باش يتصفاو لي الضفار ديالي. فاش شريت قالوا لي واش ماشي انت اللي كنت شريتي اللي عندنا شحال هذه؟ وانا كنت حاسب زعما باللي صافي يعني كتبت لي غير 8 وصافي خلصت 8 ما كيسالوني ما كنسالهم يعني. ودازت الايام وقالوا لي راك ديجا خلصتي زعما والامانه ديالك هي مازال عندنا ودازت شهرين وباعوا لي يعني غير 4 و4 عطاوهم لي زعما. انا كنت داير في مخي زعما باللي ما خلصتهمش فهمتوني، كنت داير في بالي زعما مخلصهم ولكن لا كنت مخلصهم ودازت الايام فهمتوني. تقدر تجيكم حاجه عاديه ولكن انا فريمون زعما عجبني بزاف هذا البلان. وهذا هو غاردان سيسي وصلنا ليه كما كتشوفوا. فالشعب الجزائري والله ما شاء الله قسما بالله ويلا ندخلوا من هنا. فوالا كما كتشوفوا هذه هي الدخله ديالو ندخلوا من هنا. هنا ديكاتلون هنا يا لي باسكيت خاصني نولي اسم بليف ديكاتلون. لعيبات ديال لونطريمون هنايا هادي 480 طابي اصول ناضية ما غاديش نشريها دابا خاصني دابا ساكوشاج ساكوشاج خاصني بما انني فوليت كنفكر نخرج ندير يعني تريبي شوية معرفتش باللي عامر على ارديس والله اعلم. هادي بحال اللي عندي 900000 واعره ننصحكم بها. هادو ديال العودان كركبو بهم على العود. هنايا الكاس داكشي ديال الصبر واعر. لقيت هادو 580 ناقص 15 صراحة ماشي هادو اللي بغيت. ما غادي ندي والو خصني ندي واحد من هادو واعرين. هادو ديال الضو بحال هكا في الليل الثمن ديالهم 2700 دينار 270000
خصني واحد ضروري. شي نص بعنا ديال اليد انا بغيت ديال الراس ما عرفتش واش كيتشارجا ولا بلي بيل. جينا باش ما نمشيوش بيدينا خاويين شرينا هذوك لي بيل ب 90 في 45 درهم يعني كنحتاجهم فاش كتكون مثلا تريبي في لاصون الخاطون ديالك فاش كتبغي زعما طيب ولا شي حاجه كيخصك الضوب باش ما تبقاش تعذبت. انا فاش مشيت للصفار كنت كنشعل الفلاش وكذا اذا هذا غادي ينفعني بزاف الا درت ان شاء الله شي خرجه قريبا ان شاء الله. لا انا كاين واحد الاطلاله والو صراحه فيه دي كافي واعرين واعرين ديال بصح مفاجئ لا تيراس ما شاء الله كما كتشوفوا النظافه هي اهم حاجه. يا سلام والله ما كنتش داير الحساب انني نجي لهنايا كما اقترحتوا عليا بزاف لي كومونتير غاردان سيتي غاردان سيتي قلت علاش لا وصلت شراقة او لا وصلت لدير ابراهيم علاش ما نضربش دوره فصراحه عجبني الحال نضرب خوتي دوره هنايا نكتشفوا نمشيو ان شاء الله ناكلوا شي عصير وشي بيتزا ان شاء الله فاش نكملوا. واو هاد لا طيارات ماشي ان شاء الله ضاضيه كاينين اماكن فين تجلس. يا سلام فهاد الشميس الساكوش الصراحه اللي قلبت عليه ما لقيتوش وان شاء الله كنظن كاين شي واحد اخر ما عرفتش فين شفت انا ديال باب الزوار شفت ديال ارديس وشفت ديال شراقة بون بقى كاين واحد في البليده ان شاء الله شي نهار نضرب دوره للبليده ونشوفوا ديك الكاطو ديال البليده وشوفوا ديك الساعه الساكوشاج اللي يناسبني ان شاء الله يا ربي. اهم حاجه كاين السنسور نتسناو ان شاء الله. هادو لي جوي ديال الدراري الصغار بديت كنحس بالجوع نمشيو ناكلو شي حاجة. صراحة عجبتني واحد لاطيراس كياكلو فيها زوينة زوينة يعني من الهواء كتشوف يعني الهواء طاب قدامك وكتاكل. يلا نمشيو خوتي نقصك شي حاجة راه فيه الجوع. هنايا ناكلو شي حاجة في لاطيراس فوالا كوكا وطاكو سكولي في هاد البلاصة كوكو طاكو سبولي صافي 30 درهم خوتي بالرجولة خوكم وكال وكال ديال بصح. جبت عاوتاني الفريت هنايا هادي كان زميل ديال الفريت لي صوص كيتشوب صوص صوص الجيريان والمايونيز ندوقو بسم الله. الفريت واعرة واعرة ديال بصح هادي 7 درهم بس في هذا المكان هذه في هذا لاطيراس. يا سلام خذ دابا كليت بغيت نشارك معكم هذا المنتوج هذا اللي شريت هذه كما قلت لكم 9000 من ديكاطلون هي 45 درهم. صراحه انا ما كنتش يعني عارفين كيجيو الحجر ديالها اي لي بيب هنا خوتي كيتحل هذه اللعيبه هذه كتحل بحال هكا فهمتوني يعني كتحميها من الشتا او ميم طون هنايا كتبدل لها الحجر فهمتوني كتولي صغيره كتشعلها بحال هكا بالليل غادي تطول مزيان. هذا الشيء اللي شرينا من غاردان سيتي يمكن لك ديرها في راسك على الشكل هذا على كوكا تضوج في الليل. هادي اكثر حاجه عجبوني هما هاد الكراسي هادو دايرين ديال الحجر مصبوغين شي حاجه اللي ما تجيكش على البال كتلقاها هنا. جينا قلنا نضربو هنايا دوره المواد الغذائيه الزيت اللي فروي زيت مازال 65 5 غطرات و
طيلا 190 85 درهم. عرفت شحال داير صراحه في سيبيريت صغيره ولكن فيها كل شيء ما شاء الله. داير لي صول ديما مره رخيص كل شيء رخيص صراحه في الجزائر. القديم ما فهمتو لي بروموسيون. ودابا غادي نخرجوا في حالاتنا. معجون الاسنان هذاك خوتي 30 درهم اي 60 الف. ديجا شريتو انا نديرو طبق 50 الف هنا زايد 10 الف. يمكن كاليتي زايد عليه حيتاش مبيض وكل شيء وفيه زعما ضد الحساسيه الاسنان وكل شيء. انا دابا في ارجي سونتر ركبت خوسي مشي راقا مشي تقريبا شي 30 كيلومتر ولا 25 كيلومتر ب 50 ريال دراهم وصل لي 5000 جزائريه. ديما كنقول نعاودها الترونسبور فريمون رخيص في الجزائر. هنا كاين الرايات منهم ديال المغرب وصل حداهم وصورهم ليكم. دابا غنمشي الحاسيب خصني واحد ترايبود ديال الجو برو حيت تلفت لي الاولى. نمشي نشري ونمشي نشري ان شاء الله شي وحده من حاسيبه اللي منها شريت الكاميرا. هو الدرابو ديال المغرب يورا فريفو. هنا خوتي كاينه لاكار ديال التران انا هذا ويلا بينا ان شاء الله الحاسيبه. لاحظت خوتي ما كاينينش يعني فقط الرايات ديال الدول المشاركه في الشان وانما تقريبا الرايات ديال العالم كامل. كاينين اللي منهم ما عرفتش البانيا شفتها مره كان حسب لي المغرب نقرب حدا ونلقى فيها داك الجرثومه السوداء انا شوف ديال البانيا والعدد ديال الرايات كما كتشوفوا هنا. هادشي اللي كاين من هنا كاين الميناء ديال الجزائر منظر طوب. المهم تالا هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا عجبك الفيديو خلي لايك ونا الاراء ديالك في الكومنتير. تهلاو.